حسم مهاجم برشلونة فيران توريس موقفه من الرحيل عن قلعة الكامب نو مع نهاية الموسم الحالي مع الانتقادات التي يتعرض لها بسبب انخفاض مستواه مع العملاق الكتالوني. وكان توريس قد انضم في يناير 2022 من صفوف مانشستر سيتي بمقابل مادي قيمته 55 مليون يورو بطلب من المدرب شافي هيرلانديز، ولكن أداء الإسباني لم يرتقي لمستوى توقعات الجماهير. كان مجيء توريس في تلك الفترة من أجل احتمالية رحيل أوثمان ديمبلي، ولكن مع التجديد الفرنسي والتعاقد مع رافينا في الميركاتو الصيفي قلت مشاركات اللاعب الإسباني أيضا، ولكن رغم ذلك لا ينوي الرحيل. هذا ما أكدته صحيفة سبورت الكتالونية في تقريرها أن توريس لا يفكر في الرحيل رغم عدم الدفع به أساسيا من قبل تشافي في المباريات منذ نوفمبر 2022، لكن اللاعب يشعر بالارتياح لوجوده في برشلونة وواثق من قدرته لاكتساب ثقة المدرب للحصول على فرصة أخرى في المباريات. وبحسب التقرير كانت هناك بعض الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الراغبة في إعادة توريس إلى إنجلترا مرة أخرى، لكن إدارة برشلونة أو اللاعب لم يرغب في تلك الخطوة في يناير الماضي، لأن الإسباني يريد الاستمرار والنجاح في الكامب نو، وهو بالفعل ما زال قراره حتى الآن.